يا مساء الخير على كل متابعينا على اليوتيوب، معاكم احمد حلاوه ونشره اخبار الدرويش. لو اول مره تتابعنا اعمل سبسكرايب للقناه واعمل لايك وتابعنا اخبار الدرويش اول باول. مبروك لكل عشاق النادي الاسماعيلي، مبروك لكل محب اللون الاصفر، اداء اكثر من رائع النهارده. النادي الاسماعيلي يقدر يفوز على سيراميكا 2-0، شفنا مباراه اكثر من رائعه ما شفناهاش من سنين للنادي الاسماعيلي، مباراتين للاسماعيلي بالجهاز الفني الاسماعيلاوي، ده يؤدي الى فرحه وانتعاش في النادي الاسماعيلي واسماعيليه. الجهاز الاسماعيلاوي فرق كتير قوي في النادي الاسماعيلي. النهارده شفنا اداء، شفنا روح، شفنا اصرار على الفوز، شفنا ان كل واحد في مركزه بيلعب في مركزه وهو مستريح. النهارده شفنا في تناسق بين اللعيبه. النهارده كنا بنلعب باداء حلو جدا 4-3-3، يعني كنا النهارده قفلنا على نص الملعب بتاع سيراميكا كليوباترا، فالماتش كان صعب. سيراميكا تقيله، الاسماعيلي كان اجمل بكتير. الشوط الاول كان اكثر من رائع، قدرنا نمتلك الكوره. الشوط الثاني لعبنا على المرتد، قدرنا نمتص غضب سيراميكا. مبروك الفوز، مبروك الفوز للعيبه النادي الاسماعيلي، مبروك للجمهور اللي بيتعب ورا الفرقه واللي دايما ورا النادي الاسماعيلي، مبروك الروح والعزيمه، مبروك للكابتن حمزه، مبروك لحسني، مبروك الحمص، مبروك لكل اسماعيلاوي عاشق الدراويش. يلا نروح بقى للشارع الاسماعيلاوي ونشوف اراء جماهير النادي الاسماعيلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا. الحمد لله، طبعا الروح موجوده واللعيبه عندها عزيمه ان ما يدخلش فيها جون قبل المكسب، دي كانت اهم حاجه. الحمد لله ربنا كرمنا بنعمه، والحمد لله اللي جاي افضل باذن الله. نروح بقى لكيمو ونقول له رايك ايه في المباراه النهارده ومبروك المكسب. الاسماعيلي النهارده اداء حلو. والله الحمد لله، اهم حاجه المكسب في الفتره ديت، الاداء اكيد هيجي ان شاء الله. والحمد لله والله كلنا مبسوطين، طالما الاسماعيلي كسب احنا الحمد لله بنكون مبسوطين يعني. والجماهير والله يعني اللي صبرت برضه نقول لهم مبروك كل جماهير الاسماعيلي ان شاء الله. رايك ايه بقى النهارده احسن لاعب؟ لا الحمد لله المباراه والله انا شايف يعني عصام صبحي كويس، مدبولي طبعا هو نجم اللقاء، مدبولي ماشي بخطوه كويسه، نتمنى الاستمرار ان شاء الله. المكسب يجي في الماتشات الجايه ان شاء الله. مبروك يا حلاوه. رايك ايه في المباراه النهارده؟ والله الحمد لله اللعيبه لعبت رجاله وكان في حماس، ومن زمان ما شفناش الحماس دوت، وباذن الله ربنا يوفقنا في اللي جاي ان شاء الله. احسن لاعب في المباراه الحلوه والله من وجهه نظري مدبولي، عامل مباراه جامده قوي، وباهر النهارده كان هايل، عشان احنا يعني ما كانش مظبط اللعيبه اللي فاتت، بس ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله، والاسماعيلي مكانه حمزه عمل اداء عالمي عالمي، وفكر وكابتن حسني بنشكرهم جميعا، والكابتن احمد هناوي برضو عشان الناس ناسياه، والحمد لله على الاداء والمكسب وكل ان شاء الله. والدرويش راجع وكل حاجه الحمد لله. اصرار الجماهير النهارده وتحفيز اللعيبه هو ده اللي خلى اللعيبه تاكل النجيله زي ما بيقولوا، وخلى الاداء حلو. اكيد اكيد الجمهور رقم واحد في اي مباراه، حتى المباراه اللي فاتت بتاعه المصري الجمهور برضو كان رقم واحد، بيدي حافز للعيبه، خليها تلعب 180 دقيقه لو عايزين، لو اليوم كله وروح الجمهور هيلعبوا. الحمد لله على المكسب، والحمد لله وان شاء الله الاسماعيلي ده كل ماتش ان شاء الله هنكسب. مبروك ومبروك وتستحق الفوز، تستحق الفوز، انتوا اكتر ناس تستحقوا الفوز والله. اسلم عليك حبيبي، ان شاء الله الاسماعيلي راجع وانا بقول لك جميعا والله. كان ايه رايك على الجون والجون بتاع بهاء المحمدي وعلى اللعيبه؟ فريق بسم الله ما شاء الله، وربنا يكرم حمزه وحسني وحمص واحمد هناوي ويكرم جاسو. شايف ان الجهاز الاسماعيلاوي عمل فرق؟ اكيد طبعا، ولاد البلد ومحدش هيوقف البلد غير ولاد البلد. صح صح، بس ما حدش هيدور اكتر من كده. صح حاجه، مبروك والف مبروك للكل، والف مبروك للبلد كلها. انا سبت الشغل ودي في الشغل الاسماعيلاوي، ده انا بقالي 60 سنه اسماعيلاوي. ما شاء الله. ايه رايك بقى في المباراه النهارده؟ لا النهارده فرحوني، والمصحف فرحوني وحياه ولادي. ده لما بيتعادل ما بنامش والله العظيم، ببقى زعلان. شفت النهارده الاداء النهارده؟ انا ده حلو. الاسماعيلي راجع تاني ان شاء الله، ان شاء الله باسم الاسماعيلي يعني، باسم الاسماعيلي، مش اي كلام يعني. اسماعيلي ده متعه، حاسس ان الناس فرحانه. طبعا فرحان، طبعا فرحان، طبعا. مبروك يا حاج، الله يبارك فيكم، ومبروك للكابتن حمزه الجمل وحسني عبد ربه واحمد هناوي. انا لو اقول لك على تاريخ الاسماعيلي ده، يعني في النادي القديم ده انا عندي 71 سنه. تعرضنا من اصعب المواقف اللي احنا بنواجهها دلوقتي، عرفتوها زمان برضه. عايز اللعيبه يبقى فيها حماس اكتر من كده، اكتر من كده. ده اول فوز للاسماعيلي على ارضه النهارده، يعني مش حقيقي. ده الاسماعيلي بيمتعنا والله العظيم، بيمتعنا، بيمتع اسماعيليه والله. ان شاء الله ان شاء الله الاسماعيلي، ان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله مشكرين جدا، والف مبروك للنادي الاسماعيلي. والله بص يا كابتن، احنا في الاول وفي الاخر الحمد لله على مكسب النهارده، مكسب زي النهارده بيطلعنا الثلاثه بونت دول، بيعدونا نبدا نقول احنا بنبدا نطلع اهو، احسن ما كنا بنقول احنا بننزل.
الفرقه بقى فيها حماس. اداري زي حسن عبد الرب النهارده بيدخ في اللعيبه في الملعب. قصه ان في دلوقتي في كذا لاعب بقى تحس ان هو عنده حماس. كان الاول اللعيبه تنزل تقضي واجب يلعبوا خلاص, مفيش حب. النهارده الجمهور رقم واحد احسن من ما فيش جمهور خالص. النهارده الاسماعيلي بيأدي كوره ما كناش بنشوفها بقالنا السيزون الاولاني كله, ما فيش كوره خالص. النهارده الكابتن حمزه الجمل بيغير من اداء الفرقه كلها, بيغير من شكل النادي, بيغير من اداء اللعيبه. كنا بنقول اللعيبه دي وحشه, بدانا نقول في واحد واثنين وثلاثه جايين. يعني الجهاز الاسماعيلاوي فارق مع لعيبه النادي الاسماعيلي اكيد يا فندم. اي جهاز بيحس, اي جهاز من ابن البلد هو اللي هيحس بالنادي. ما فيش حد هيحس بالنادي غير ولاد البلد, وما فيش حد بيقف مع النادي غير ولاد البلد. حمزه الجمل قلنا الكابتن حمزه الجمل من بدري يجي. كابتن حمزه الجمل جهاز كامل من اسماعيليه, كابتن حمزه الجمل, كابتن محمد حمص, كابتن ايمن كمال, كابتن حسن عبد ربه, كل دول اسماعيليه. اي حد, ما فيش حد هيحس بالنادي والغرق اللي كان فيه النادي الا اللي حد يكون من اسماعيليه. مبروك الفوز, وان شاء الله شايف ان الاسماعيلي جاي ان شاء الله بامر الله, بامر الله وامر الله, وان شاء الله بامر الله الاسماعيلي جاي. وممكن نختم كمان خامس عشان ان شاء الله يمكن بقى الاسماعيلي احسن بكتير من الاول خالص. واحنا بقى في قلب العرشيه, كلمه بقى توجهها لجماهير النادي الاسماعيلي وجماهيرك واخواتك حبايبك, تقول لهم ايه على الفتره الجايه؟ اقفوا مع النادي وكلنا نتكاتف مع بعض من اجل حب النادي الاسماعيلي. حبيبي تسلم. حبيبك بتاع الماتش النهارده ولا اتفرج؟ ايه رايك بقى في الاسماعيلي؟ فرحان الاسماعيلي رجع من زي الاول, فرحان الاسماعيلي كسب ومبروك, يعني فرحان الاسماعيلي هيرجع زي الاول واحسن من الاول كمان ان شاء الله. قول لي بقى مين احسن واحد في المباراه النهارده؟ مين يعني شفتهم من اللعيبه اللي انت بتحبها النهارده في الماتش؟ ابراهيم مجد. شكلك عبد الرحمن مجد. شكلك اهلاوي ولا لا؟ اسمع عليهم. اوعى تكون اهلاوي. لا عارف مجدولي وعارف عمر الوحش وكل لعيبه الاسماعيلي. انت بتحب الاسماعيلي؟ مبروك. رقم 3 حلقتنا النهارده, حلقه الاسماعيلي الفوز على سيراميكا. مبروك للنادي الاسماعيلي, اداء اكثر من رائع, روح عزيمه, اراده, اصرار على الفوز. شفنا الجهاز الاسماعيلاوي فارق مع لعيبه النادي الاسماعيلي. شفنا النهارده جماهير النادي الاسماعيلي فرحانه, تحس ان الاسفلت مبسوط من الفوز على النادي الاسماعيلي. مبروك لكل اسماعيلي وعقبال الماتش.